بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، هذا السؤال وردنا من أحد الملحدين الذي يقول إن الله تعالى غير موجود، والدليل لديه أن جهنم ليست هي الوسيلة المثالية لتأديب الناس وتهذيبهم، هناك وسائل أخرى. يعني السؤال، سأقرأ لكم السؤال أيها الأحبة، يقول: هل هي عن جهنم يعني مركز إصلاحي لتنظيف الذنوب، ثم سيذهب إلى مكان آمن ليعيشوا بعد ذلك؟ يعني هو يفترض أن جهنم ينبغي ألا يخلد فيها أحد، يعني إنسان يتم تأديبه مثل عقوبة السجن ثم يعود إلى مثلا الجنة أو كذا، أم هي مركز للتعذيب والانتقام؟ يعني كأن الله يحب أن ينتقم من مخلوقاته. طيب لماذا خلقهم؟ أنا أتساءل، يعني خالق عظيم يخلق مخلوقات ضعيفة ليعذبهم، لماذا؟ طبعا هو يعتبر أن هذا دليل على أنه لا يوجد إله للكون، لأن الإله لا يفعل هذا حسب زعمه. هو يعتقد أن النار أو جهنم هي مجرد بعبع لإخافة الكبار وإجبارهم على التصرف بشكل صحيح. ويقول أيضا: لماذا يعني يقوم خالق الكون باستخدام النار لإحراق البشر؟ لماذا لا يتخلص منهم نهائيا؟ يعني طبعا سؤال طويل أيها الأحبة. هذا تعليق على يوتيوب أتصور قرأته مؤخرا على فيديو كنت أتحدث فيه عن نار جهنم. أيها الأحبة، دعوني أرجع معكم لمنشأ القصة، لبداية القصة، عندما رفض إبليس السجود لسيدنا آدم، عندما رفض أمر الله. هذا الخالق العظيم خلق الكون وخلق مخلوقات إكراما منه ولطفا منه وتفضلا منه على مخلوقاته، فعندما خلقني الله عز وجل خلقني لأستمتع بهذه الحياة ولأذكر الله عز وجل وأشكر هذا الخالق العظيم، وهذه نعمة يجب أن أشكر الخالق عليها أنه أوجدني، لأنني كنت غير موجود. فنعمة وجودي في هذا العالم يستحق هذا الإله أن نشكره عليها، لا أن ننكره. يعني أنت مخلوق، لماذا تنكر الخالق؟ عندما رفض إبليس السجود لسيدنا آدم استكبر وطغى ويعني حاول أن يضل أكبر عدد من الناس وتحدى الخالق مباشرة. طيب أنا أخاطب هذا الملحد الآن، ماذا تريد من هذا الخالق أن يفعل مع مخلوق لا يساوي شيئا مثل إبليس؟ يتحدى الخالق عز وجل، ماذا تريد أن يفعل معه؟ رفض السجود واستكبر عن عبادة الله، ويستكبر على 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 على, على الأمر الإلهي، وهكذا مباشرة بكل غرور. طيب ماذا يفعل معه؟ هل يتركه هكذا؟ هل يبيده؟ إذا لماذا خلقه؟ لو كان الله عز وجل سيبيد هذا المخلوق ويبيد هذا ويفني هذا، إذا لماذا خلقه؟ الله عز وجل يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فإذا أيها الأحبة، في سورة الحجر نحن لدينا نص يلخص لنا منشأ قصة جهنم، المنشأ لكي نفهم لماذا خلق الله جهنم. الله عز وجل يقول لإبليس، طبعا الله عز وجل أراد أن يخلق سيدنا آدم، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته
ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ يعني حوار منطقي، كان من الممكن أن الله عز وجل لو أراد أن ينتقم أن يضعه مباشرة في النار، أن ينتقم منه بأي طريقة، ولكن المولى يسأل يقول له ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. حتى الآن لم يهدده بنار جهنم، قال له قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. هنا لا وجود لذكر جهنم. طب لو أن إبليس اكتفى ربما يتوب الله عليه، ربما يعني يغفر له، ولكن انظروا إلى الإصرار على الجريمة، الإصرار على التكبر. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. هو يخاطب إله ويعلم أنه رب ويعلم أنه قادر، على الرغم من ذلك هو مصر على الجريمة. الله قال له فإنك من المنظرين. حتى الآن لا يوجد عذاب جهنم على فكرة، دققوا معي أيها الأحبة. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. من المنظرين يعني من الممهلين، يعني سأمهلك إلى يوم الوقت المعلوم يوم القيامة. قال ربي بما أغويتني، يعني بما أعطيتني من قدرة على الوسوسة وقدرة على أنني أرى بني آدم وهم لا يرونني وأنني أستطيع أن أضلهم. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذن مسبقا إبليس يعلم أنه لن يستطيع إغواء العباد المخلصين المؤمنين الذين التجأوا إلى الله عز وجل. ماذا قال له الله عز وجل؟ قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين. الآن جاء ذكر جهنم. طيب بالله عليكم أحبتي في الله، مخلوق تافه وضعيف مثل إبليس يتحدى رب العزة ويقول له على الرغم من أنك طردتني لن أتوب ولن أتنازل ولن أعتذر ولن أستغفر وسأضل عبادك هو يهدد. طيب بالله عليكم أنت أيها الملحد الآن، إذا جاءك شخص يهددك ويفعل كل شيء، ألا يعني ولله المثل الأعلى طبعا مع الفارق التشبيه، ولكن أنت كرد فعل طبيعي يمكن أن تفعل أي شيء للجم هذا الشخص المعتدي. طيب هذا إبليس يستكبر على من؟ على الخالق عز وجل. فقال له وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. إذن هذه جهنم هي مركز إصلاح للمجرمين، لأنك بمجرد أن أخرجته من جهنم سيعود لطغيانه وغروره وكفره وإجرامه. نحن نعلم من خلال عقوبة السجن الآن أيها الأحبة، والإحصائيات موجودة، يعني يمكن أن نخصص حلقة لهذا الموضوع علم الجريمة، معظم من يدخلون السجن، معظم المجرمين طبعا، هناك من يدخل السجن إنسان مظلوم لا ذنب له، إنسان ارتكب مخالفة إدارية أشياء بسيطة، ولكن أنا أتحدث عن المجرمين الذين يرتكبون جرائم قتل واغتصاب. نسبة كبيرة جدا 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 منهم على الرغم من العقوبة والسجن والتعذيب والأعمال الشاقة بمجرد أن يخرج يرتكب جريمة أخرى، بمجرد أن خرج من السجن يعود أسوأ مما كان. فهذه جهنم بالفعل هي مركز إصلاحي، لأن هذا المجرم لا يقتنع إلا إذا وضعته في نار جهنم.
هذا المكان الطبيعي المناسب له. لذلك الله تعالى كثيرا ما يقول خالدين فيها أبدا عن جهنم، يعني تجد ذكر جهنم مثلا: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. طيب، يعني الله عز وجل ينبهنا، ينبه مخلوقاته الضعيفة، يقول لهم وكفى بجهنم سعيرا. طيب أنت لا تقتنع، ماذا يفعل لك الله؟ الله يقول لك هذه جهنم ستكون فيها خالدا أبدا، وأنت تقول وأنت تعصيه، وأنت أيها الملحد تنكر نار جهنم. أنت الآن تنكر وتنكر الإله وتستهزئ بالإله وبأنبيائه ورسله وكتبه، ماذا تريد من الله أن يفعل معك؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. طيب، يعني والله أيها الأحبة، أنا بالنسبة لي أجد أن جهنم عقوبة عادلة للإنسان المجرم الذي تمرس على الإجرام وتمرس على إنكار الله عز وجل. أنت أيها الملحد تضل الناس، لا تظن أنك بالفيديوهات التي تعملها وتضعها على الإنترنت أنك تنور عقول الناس. لا، هناك من ينتحر بسبب هذه الفيديوهات، لأنك تزرع اليأس في قلوب الناس. عندما تقول للناس إن الله غير موجود وإن الدين أكذوبة، كثير من الناس سيفكر أن يتخلص من هذه الحياة. لماذا؟ لأنه لا قيمة لها. إذن لماذا أنا أعيش؟ هناك إنسان قد يكون مظلوم يقول لك أريد أن أتخلص من الحياة لأنني في الدنيا مظلوم ولا يوجد آخرة ولا يوجد حساب عادل، أنا الموت أريح بالنسبة لي. إنسان مريض يتألم يقول لك سأتخلص من الحياة لأنه لا يوجد آخرة، لا يوجد حساب، لا يوجد جزاء، لا يوجد جنة. وبالتالي أنت الكلام الذي تقوله أنت تسببت في جريمة قتل إنسان بريء. لاحظتم أيها الأحبة، يعني نحن عندما نحذر من الإلحاد، يا أخي ألحد كما تحب وافعل في بل إن القرآن أعطاك حرية الإلحاد كاملة. ماذا قال الله تعالى؟ إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. طيب، إله عظيم يقول لك ألحد كما شئت وأعمل ما شئت، ولكن استخدم عقلك. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ طيب، أمامك نار جهنم وأمامك الجنة، لماذا تختار النار؟ يعني هذا الغباء، يعني أنا أسميه غباء بالفعل. أنت الآن في الدنيا، الآن نحن في الدنيا، أنا أقول لك هذا 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 سلك كهرباء، هذا سلك كهرباء إذا أمسكته ستموت، وأنت مصر على الإمساك به، إذن تحمل نتيجة اختيارك السيء. الله يقول لك أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، أنت مصر على عذاب النار ومصر أن تدخل نفسك النار. طيب، ماذا تريد من هذا الخالق العظيم أن يفعل لك؟ هيأ لك كل أسباب الهداية وأنت مصر على دخول النار. لذلك أيها الأحبة، والله أجد أن عقوبة النار هي عقوبة، وهي عقوبة يملكها الله فقط، نحن لا نملك العقوبة، الله هو الذي يملك هذه العقوبة. فعقوبة عادلة، ولا تصلح المجرمين إلا عقوبة النار يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.